صوت عمر كمال أطلق صناع مسلسل مشوار الونش الأغنية الرسمية لهالعمل اللي انطلق عرضه مؤخرا، فالجمهور باهتمام يتابع شخصيات محمد رجب، محمود عبد المغني وميريهان حسين. ومقابل هالمسلسل اللي انطلق عرضه مسلسلات عديدة نجومها مشغولين بتصويرها وتحديدا مسلسلات رمضان، وكون هالموسم بيحمل منافسة عالية فالنجوم تحضيراتهم بتكون مكثفة، وهذا اللي خبرتنا عنه إيمان العاصي اللي تشارك إلى جانب محمد رمضان في مسلسل العمدة. استعدادات صعبة جدا جدا جدا. اولا انا عارفه يعني محمد رمضان ليه جماهيريه كبيره جدا جدا، ونجم الناس كلها بتحبه وبتحب تتفرج على اعماله، وخصوصا ان انا بعمل شخصيه صعبه قوي قوي قوي، يعني هنعرف صعبه ليه من الاحداث والاحداث اللي بتدور في حي السيده زينب بالقاهره. ايمان بطل فيها من خلال شخصيه اسمها دلال فتح الله، وهذا اللي كشف المخرج محمد سامي من خلال الصوره اللي نشرها على الانستغرام مؤخرا. هي بنت شعبيه واسمها دلال مراته، طول الوقت عنده اربع زوجات عنده اربع زوجات، و يعني احنا بادئين مسلسل متجوز الثلاثه وفي النص بيتجوز الرابع، بس هي شخصيه هتحبوها قوي وهتبقى فيها مفاجآت كتيرة قوي. بالمقابل إيمان انتهت من تصوير فيلم في عز الظهر اللي لم يحدد بعد موعد طرحه بالسينمات. التجربة كانت حلوة جدا، خصوصا ان كل الناس اول مرة اشتغل معاهم، دكتور مرقص عادل، مينا مسعود، شيكا، ناس كتير قوي، وجميل عوض، ولا يعني كانت تجربة حلوة قوي. هي خدت وقت طويل مننا لظروف كل الممثلين، بس انا اتبسطت قوي بالاكشن والسسبنس انا بعمل شخصيات كتير لبنانية وسورية. ثلاث شخصيات عاملة بالعمل؟ لبنانية وسورية ومصرية وعراقية. اكثر من ثلاثة بحسب. لان هي بتشتغل في المافيا ودايما بتتنكر يعني، فبتخش في كل. تبعتيني جملة باللبناني. لا بص بقى، دي كانت اصعب حاجة في حياتي. لان انتوا اللغة قوية كتير قوية، صح؟ كتير قوية، بس يعني كتير قوية دي مش لبناني؟ كتير قوية. كتير قوية، شفت؟ كان كل شوية ستوب ساندرا تقولي غلط. طيب وراح تلعبي كمان شخصية تانية شو هي؟ مصرية. مصرية، بتحكي مصرية. ولما كنت سورية بحكي لبناني سورية. بتعرف تحكي سورية؟ لا ما بعرفش، كان صعب كان صعب كان صعب. مش حافظة ولا جملة من النص؟ خالص. خالص خالص. هو بص صعب قوي انك انت تمثل حاجة اللغة بتاعتها مش بتاعتك، فتركيزك كتمثيل بيبقى أصعب بكتير يعني. والصعوبات أيضا طالت الشخصية اللي بيأديها مينا مسعود كونها أول مشاركة له في عمل عربي. هو لذيذ جدا 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 وطيب وشاطر قوي قوي قوي، ودارس خطواته وفنان يعني، فنان جميل وبيحب الفن، حبيت قوي التجربة قوي. جمعكم كتير مشاهد؟ احنا تقريبا كل الشغل مع بعض، انا وهو وحجازي، واحنا الثلاثة التيم يعني. واحنا بيحكي عربي هو ولا انجلش؟ بيحكي عربي وانجلش، بس يعني هو الفيلم مصري عربي. كيف كانت عربيته؟ بصراحة هو عمل مجهود كبير كبير جبار. لا وكان كل مرة بتحسن قوي لحد ما عادي جدا 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 يعني، بيتكلم زينا بالظبط، ولما يتعصب بيتعصب زينا بالظبط. ولا يعني كان الحمد لله سهلة أعتقد.